السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شورا وأنت بتشوف قناة صفا للعطور. النهاردة هنتكلم على عطر من العطور الفخمة المميزة. طبعا دايما أنا بقدم لك العطور المميزة جدا اللي تناسب العمل بتاعك وتناسب كمان الأحداث المحيطة بيك، إن أنت تخرج فيها، إن أنت تعطر بعطر يكون راقي، الناس كلها تسألك عن العطر ده جايبه منين. طيب العطر معانا النهاردة من إيف سان لوران. سنة 2015 أطلقت شركة إيف سان لوران أطلقت خطوط عطرية خاصة بالتحف الفنية الموجودة فيه، يعني عطر يحاكي المنتجات بتاعتها، يحاكي البدل، يحاكي البدلة الكلاسيكية، من ضمنها عطر النهاردة توكسيدو زي ما أنت شايف دلوقتي. العطر ده قنبلة، مصممة العطر سنة 2015 اللي هي جوليا، الحقيقة أبدعت فعلا في العطر المميز جدا ده. طيب العطر يناسب مين؟ العطر يناسب الجنسين، رجالي نسائي، بس هنا التوازن بتاع النوتات العطرية. طبعا كلنا عارفين الهرم العطري لما بيكون إذا اختل فيه زيت عطري من النوتات العطرية فيه، العطر كله يعني مش هتقدر إن أنت تستخدمه، مش هتعرف تستخدمه، يعني بيحصل عملية حاجة اسمها إحلال العطر. لا، العطر ده عطر راقي، عارف العطور الراقية، العطور اللي تستمتع بيها. والجميل في الموضوع كمان إن النوتات فيه طبيعية، مش أروما كيميكال، مش صناعية، مش سنتاتيك ولا أي حاجة، مش محطوط فيها نوتات صناعية، ولكن النوتات اللي فيها موجودة نوتات طبيعية فخمة جدا ومميزة جدا. الجميل في الموضوع وفي العطر ده تحديدا ان العطر ده بيجمع بين التوازن بالنوتات العطرية فيه، اللي هي مقدمة العطر زي وسط العطر زي القاعدة العطرية، النوتات العطرية كلها متواجدة يعني متناسقة جدا مع بعضها. بداية العطر هتشم فيه ريحة البرغموت، طبعا حدة البرغموت بيكسرها الكزبرة، فيها توازن بين الكزبرة وبين البرغموت وفي بين كمان زهرة البنفسج. سريع جدا ما هيجي لك الورد. الورد هنا الورد البلغاري، ولكن في ريحة سوتية، الريحة السوتية طبعا على غير العادة بتشمها بأناقة وفخامة موجودة فيها. الريحة السوتية موجودة هي موجودة فيها أوراق البنفسج وموجودة فيها الفلفل الأسود. توازن يا جماعة بين النوتات العطرية الموجودة فيها، وده شيء بيميز العطر ده. العطر قيمة وقامة، العطر فخم جدا، يناسب جدا اللي هو الكلاسيكي، عارف لما انت بتيجي تلبس بدله او تلبس شماغ وعال، طبعا شيء يكون كلاسيك كده، تحب ان انت تعطر بعطر كلاسيك، او العطر ده هيكون مناسب جدا للمرحله دي. طيب كمان ايه الموجود فيه؟ العطر القاعده العطريه اللي بيستقر معاها بيستقر على الباتشولي. الباتشولي من الزيوت العطريه الفخمه جدا، هنا الباتشولي من ماليزيا، عطر راقي من الزيوت العطرية اللي هتشمها فيها الباتشولي بنقاء الباتشولي. طبعا كلنا عارفين ان الباتشولي بيجي من كذا مكان، بيجي من امريكا الشمالية وبيجي كمان من ماليزيا، ولكن هنا انا بتكلم على الباتشولي تم تقطيره كام مرة وبعد كده بيجيب الخلاصات بتاعته. المفاجأة هنا كمان ان النوتة العطرية القاعدة العطرية اللي استقر معاك العطر عليها على عنبر جراس. كلنا عارفين عنبر جراس طبعا من اغلى انواع الزيوت العطريه اللي بتدخل في الزيوت العطريه، خصوصا لما يكون في القاعده العطريه، القاعده العطريه لان العطر هيستقر معاك عليه. اذا العطر الهرم العطري نفسه مبني على النوتات العطريه كمتناسقه مع بعض عشان يستقر معاك على عنبر جراس. عنبر جراس هنا فعلا لو انت يعني بتستخدم عطور من العطور الراقيه، او اكيد انت كده، اكيد انت هتعرف يعني ايه عنبر جراس لما تيجي تشمه بالصفاء والنقاء بتاعه. الزيوت العطريه فعلا من يعني زيت عطر من الزيوت العطريه المناسبه جدا. الجميل في الموضوع ان هتجمع بين الباتشولي وبين عنبر جراس، فده شيء مميز جدا، انا اشوفه ان هو عطر من العطور المناسبه جدا. اخيرا كمان هكلمك على الثبات بتاعه. كثبات العطر بيثبت ليومين ثلاثه، بيثبت معاك كثبات يعني قوي جدا، يثبت معاك اكتر من 10 12 ساعه على مدار اليوم، بعد كده بيبدا يخف تدريجيا معاك، يعني تقدر ان انت يعني نفس التوب تقدر لو انت لبسته تاني يوم برضه هتشم نفس الريحه معاك، بل الجميل كمان هتشم فيه الريحه بقوه جدا، موجوده وثابته وثباتها كويس جدا. في
في الـ يعني تاني يوم يعني. طيب هنا شيء مهم جدا، وانا عايز اقول لك ان عنبر جراس محطوط في القاعده العطريه. عنبر جراس مهمته كمان بيضيف الثبات مع الباتشولي. الباتشولي زيت الباتشولي والعنبر جراس ده بيديله ثبات قوي جدا. طيب بالنسبه للفواحان، الفواحان بيفوح معاك من ساعه ونص الى ساعتين على حسب التجربه، يعني بيفوح معاك يعني ماكسيمم ساعتين. بيبدا ان هو تدريجيا النطاط العطريه تخف معاك فيه كفواحان، يعني يبقى حوالين منك كل اللي حوالين منك بس كده يشوفوه. لكن لما بتكون بتمر من مكان في اول ما بتبخ العطر، لا بيفوح في المكان كل حواليك. انا شايف العطر يناسب، يعني يناسب فصل الربيع، يناسب الاجواء البارده، يناسب كمان الاجواء الحاره، ولكن يعني مش شديد الحراره. العطر مناسب جدا جماعه. طبعا الذواقين في العطور اللي هم بيستخدموا الباتشولي دايما على طول، العطر هيكون مناسب جدا، هيكون اضافه مهمه جدا كمان بالنسبه لهم. اخيرا عايز اتكلم، العطر ده يناسب الرجال ولا النسائي؟ لا، العطر يناسب الجنسين سواء رجالي او نسائي. انا شايف ان العطر ده مناسب جدا بالنسبه لك. كمان انا هسيب لك رابط باذن الله في الفيديو، تقدر ان انت تستزيد من المعلومات اكتر، تقدر كمان تحصل على العطر. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.